ننتقلوا لاخذوا انس من مدينه الدار البيضاء. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا لاله خديجه. اهلا لاله انس، كي صبحتي؟ لاباس عليك. كي صبحتي من داكشي؟ الحمد لله كلشي مزيان. الله يبارك فيك لاله انس. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. انا غادي نعطيك انا غادي نعطيك اللوجه. اعطيني اختي، ما عندك ماشي مشكل. انا بحال في فيسبوك عطيت الوصفه ديالي انا البارح. تبارك الله عليك، ما عندي ما نقول لك كتنشري الفائده. غادي نعطي شوف لي اما غولي لابيش ولا سيجار بالكفته وقمرون. شنو انت شنو؟ انا عندي بحال بحال. واخا يلا لابيش. نعم لا غزلان قالت لك بغات. اش بغات؟ الراس والعين. بغات الوصفه الاولى. سيجار بالكفته وقمرون؟ لا لابيش. ويه صافي، ما عرفتش انا عندي كلهم الاولين. الو كنحتاجو فيها لابيش ثلاثه ديال الصفر البيض. ثلاثه صفر ديال البيض. وثلاثة بيان سو بالبيض غيبقى البيض ديالهم سوا نحتاجوه. ثلاثة البيضات كاملين. نعم. نحتاجو 150 غرام ديال السكر ثقيل. نعم 150 غرام ديال السكر ثقيل. إيه 100 غرام ديال الفرص. 100 غرام ديال الفرص. واحد معلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوى. نعم معلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوى. وباش غادي الحشوة غادي نحتاجو داك الشوكولا تختيني داك النوع الممتاز بلا ما نقول سميتو بيان سور. نعم. وشوي اما اللوز اما النوازيت اما اللي كان ولا الكاجو مكسرات. نعم. اي مكسرات غير واحد نوع منه، نوع واحد يكون محمر ومطحون مهرمش شويه، ما مطحونش بزاف وما غليتش بزاف. نعم باش نخلطو غنخلطو مع الشوكولا وباش ندهنو. نعم الوغ كنضربو بيض البيض. بيض البيض كنضربو بيض البيض كنزيدو عليه لا يا ربي كنديرو ثلاثه ديال الصفر البيض. ثلاثة صفار ديال البيض. شي الجمرة هذا عطي لي في ديالو. ايه عطا المفعول هضرني راسي. ثلاثة ديال صفار البيض. ثلاثة صفار ديال البيض. نزيدهم ثلاثة البيضات كاملين. ثلاثة البيضات كاملين. نزيدو عليهم سكر ثقيل. نزيدو سكر ثقيل. ونضربو مزيان حتى تولي عندنا كريمة. نعم. من بعد كنضربو بيض البيض يطلع مزيان حتى يولي فاصل من يقربو ذاك اللوبو اللي حنا خدنا فيه ما يكون لاصق واقع. لاصق مزيان يخدم مزيان ونبداو نزيدو شويه بشويه. نعم. ديك المعلقه ديال العود كنزيدو شويه بشويه حتى كندخلو ذاك البيض البيض كله مزيان مع البيض. نخلطو بالملح. من بعد كنزيدو الدقيق 100 غرام ديال الفرز. نعم. مع هذوك المعلقه صغيره ديال الخمرة ديال الحلوى. نعاود نخلطو مزيان بالملح دائما حنا كنخلطو بشويه بمعلقه ديال العود. نعم. من بعد كناخدو ديك الطواكه اللي تكون اما ديال الفران ديك اللي تكون مستطيله هكا كنديرو فيها ورق سيجوريزي. نعم. وكنخوي فيها الخليط. نخوي فيها ونسرحو ياخد الشكل تاع ديك القلب ديك الطوا كلها. تماما. هي وندخلو الفران واحد 10 حتى 15 دقيقة على 15 دقيقة. على 200 درجة لدغي والدبل واحد لدغي كطيب. نعم لأنه كيجي رقيق هو كيجي مسرح وما كيجيش سميك بزاف باش ياخد بزاف ديال الوقت يعني هو دغي كيطيب. من بعد كنخرجوها كنديروها كنكونوا دايرين واحد الزيف ديجا حاطينه وكنقلبوا فيه هذيك الدواء وكنحيدوا البابي سيفيغيز اللي حنا دايرين وكنبرموها في ذاك الزيف في البلاصه بالزيف ديالها. نعم كنروليوها بالزيف ديالها وكنخليوها تقريبا واحد 10 دقائق باش كتاخذ الفورمه. تاخذ الفورمه هي دقائق. من بعد كنعاودوا نحلوها نردوها كيف كانت وكندهنوها بداك الشوكولا اللي حنا درنا الشوكولا مخلط اختي مخلط مع داك اللوز ولا النوازيت ولا الواحد اللي خلط باش يعطيك النكهه. اللي بغى يدير الشوكولا بوحدو يديرو ماشي مشكل. ندهنوها مزيان ونعاودوا نرجعوها نلويوها ديك الساعه بيان سيغ بلا زيف لان غير هكا بوحدها نلويوها نحطوها في طبق تقديم نقطعوا لها ديك الحواشي باش ما يبقاش. نعم باش يجي لنا داك الغولو هكا وندردرو عليها السكر كراسي. نعم كتجي خفيفه وسهله خفيفه سهله وزوينه ولكن حتى بريستيج ملي كتحط كتجي زوينه كتجي زوينه وديك الساعه من بعد اللي بغى يزوق يتفنى لها مي هكا بلوس سامبل اللي بغى يزوق عليها بكلاساج ولا ديك الساعه داك كلاساج ولا بلا كريم ولا شونتيي ولا ديك الساعه كل واحد يدير كل واحد ديالو. نعم ما عندي ما مبروك الله يبارك فيك. تبارك الله عليك.